تمام، يلا يا عمر نبدأ. هنقرأ بقى سؤال بسؤال كده بالراحة ونحل. بس اديني ثانية وهرجع لك تاني. ماشي، اوكي معاك. في عصر جد. تمام يا أستاذ عمر، يلا يا أستاذ. أي ما يأتي صفة موروثة لو من عينك الطبيب. الإيه؟ تمام، لون عينك الطبيعي. حلو الكلام، لأن الباقي طبعا صفات مكتسبة وغير مورثة. السؤال رقم 2. أي ما يأتي يمثل صفة سائدة نقية. سائدة نقية إيه؟ إيه كمان تقول إيه كمان؟ كابيتال ايه؟ كابيتال، جميل. سؤال رقم 3. لماذا تمتلك البازلاء ذات طراز جيني إيه كابيتال إيه كابيتال إيه كابيتال اسمه الطراز المداري نفسه؟ كلا الأخيرة كلا طرازين جينيان رمزان جينوس. جميل الكلام، 4. أي الطراز الجينية الأبوية يمكن أن ينتج مربع بنات الموطأ؟ التالتة. سي أيوة تمام. عندي اتش كابيتال اتش سمول، ادي واحده اتش كابيتال اتش سمول، ادي الثانيه اتش سمول اتش سمول اتش سمول اتش سمول، يبقى الاجابه سي. ما الفارق بين ما الفارق المميز بين الكروموسوم الجسمي والكروموسوم الجنسي؟ الجسمي أطول من الكروموسوم الجنسي. جسمي أطول من الجنسي؟ طيب أيوة قريت بقية الجمل؟ الكروموسوم الجسمي أقصر من الكروموسوم الجنسي. الكروموسوم الجسمي هو نفسه للذكور والإناث. يختلف الكروموسوم الجسمي بين الذكور والإناث. الكروموسوم الجسمي هو نفسه للذكور والإناث. الإجابة الثانية. يعني هو لو جبتين يعني انت دلوقتي اخترت مين، ايه ولا بي؟ سي سي. الكروموسوم الجسمي هو نفسه للذكر والانثى. احنا قلنا الكروموسومات الجسميه اللي هما ال 44 كروموسوم، بدايه من الزوج الاول للزوج 22. ما قلناش ان الذكر والانثى مختلفين في ال 44 كروموسوم، هما مختلفين في الجنسي اللي هو اكس اكس واكس ايه؟ واحد
واكس واي، يبقى اذا الاثنين هنا زي بعض، يبقى الاجابه سي، اي مال يمثل تزاوج بين هجينين احاديين. الأخيرة. الاخيره مظبوط الكلام. طيب نشوف اللي بعده، يلا سبعه. عندما زوج من النبات المزلاة طويلة الساق إيه إيه مع نباتها جينا طويلة الساق إيه كابيتال اسمول، كان النسب بالنسبة اعمل التهجين كده وقول هيطلع نسبة كام يا عمر، لو على البورد او عندك، يلا اي مكان. ما هذا اسمه بتاع القلم الصوت؟ ايه عادي، ايه أرسمه بقلم الزوم ماشي يلا. كده مربع أول حاجة تضع إيه كابيتال إيه كابيتال والتانية إيه كابيتال اسمه يعني ده إيه كابيتال إيه كابيتال وده برضو إيه كابيتال إيه كابيتال وده إيه كابيتال إيه سمول وده إيه كابيتال اسمه يعني 100% طبيعي. جميل، برافو عليك، 100% طويل. يلا اللي بعده. في صورة البازلاء الأزهار الأرجواني على الأزهار البيضاء إذا تم تلقيح نباتي بازلاء أحدهما أرجواني والأزهار نقي الصفة مع آخر أبيض الأزهار ثم تبعه تهجين من الجيل الأول أي نسبة الأزهار؟ يلا اشتغل السؤال، مسألة كده مش هتطلع الإجابة كام، هنشتغلها إزاي؟ يعني نشتغل بس بمربع بقى تمام يلا. مرسوم برضه على الزوم ولا على الدفتر ولا أعمل لا إيه؟ عادي على الزوم، يلا على البورد على طول. تمام أول واحد هو حدد هو قال يسود الأرجواني على الأبيض، يسود يبقى يكمل الأرجواني على الأبيض، وهو عايز إيه؟ أرجواني نقي مع أبيض. طب ثواني، أنت عملت ليه إيه كابيتال اسمه للتاني؟ ثواني ثواني يا عمر، سنة وابيضها جين أنت عملت الفرد التاني إيه كابيتال ثم اسمه تبعه إيه؟ ثم تبعه هجين الجيل الأول أي نسبة لا ستصل لحظة 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 لحظة، خليك زي ما أنت. إذا تم تلقيح نباتين بسلة إحداهما أزهار أرجوانية نقي مع أبيض، ثم الأول هات لي الجزء الأولاني، ثم ده جزء تاني من السؤال، أنا عايزة الأرجواني مع الأبيض. الأرجواني إيه كابيتال اسمه، أي كابيتال، إيه كابيتال زي ما أنت عاملها، لأنها نقي. الأبيض بقى يبقى إيه؟ الاسمون جميل، اسمه الاسمه الجميل، يلا. أيوه أربعة. كابيتال اسمون كابيتال اسمون كابيتال اسمون كابيتال اسمون جميل، كلهم 100% وشوية حلو، ركز بقى معايا، انت طلعت هنا كله 100% الارجوان، بيقول لك ثم تبعه بتهجين الجيل الاول، يعني ايه الجمله دي؟ معناها ايه؟ يعني في واحد كمان جاي يعني ايوه، يعني انت بعد ما اللي انت جبته الجيل الاول اللي انت طلعته 100% اي كابيتال اي سمول، ده كان الجيل الاول، اعمل بقى تهجين للجيل الاول وطلع لي النسبه، يقول لك ثم تبعه تهجين الجيل الاول. انت طلعت الجيل الاول كله اي كابيتال اي سمول، خد اتنين منهم اي كابيتال اي سمول مع بعض، يلا طلع لي الافراد. يعني ايه اسمي ممكن اجيني ب هناخد بقى، هناخد اتنين من دول، دي كده صح، هاخد بقى ده كده الجيل الاول اللي انت طلعته، هاخد اتنين من الاربعه اللي انت طلعتهم اعمل بهم التهجين الجديد عشان اجيب الجيل التاني. يعني اخد ايه كابيتال ايه كابيتال وايه كابيتال ايه لا كابيتال لا ولا لا لا، من دول واحد من دول مع اخوه، يعني من الابناء
انت دولت اللي فوق الاباء بتوع الله الجيل. كابيتال إيكر. ايه كابيتال اسمول؟ ايه كابيتال اسمول اهو اللي انا كاتبها لك اهي، أيوه دول الفردين دول اهم اللي انت جبته كل معلش، المربع. ما كان قصدي كده، ماشي يلا اشتغل. معلش أنا قصدي كده. ماشي يلا. ايه كابيتال اسمون وايه كابيتال اسمون، تمام صح كده؟ تمام مظبوط. ايه كابيتال، ايه كابيتال، ادي واحد ايه كابيتال اسمون، ايه كابيتال اسمون، اسمون اسمه جميل. يعني 75% ها جواني ايوه و25% أبيض، يعني تمام هيكون 25 أبيض. ايوه. يبقى الوقت 25، انت مطلع 75 ارجواني، ما عنديش 75، عندي 25 ابيض. يبقى السؤال عايز تزاوج لجيلين، تمام؟ يبقى هو بيقول لي تسود البسلة الارجواني على الابيض، تمام؟ اذا تم تلقيح نباتين، واحد ارجواني نقي مع واحد ابيض، ماشي هجناه، ثم تبعه تهجين الجيل الاول. يعني بعد حضرتك ما تجيب الجيل الاول ارجع تاني اعمل له تهجين وطلع لي النسبه اللي احنا عايزينها. فهمت؟ يلا نشوف رقم أيوة، 9. نسبة الطراز المظهرة الصحيحة إذا تم تلقيح نباتين من البازلاء القصيرة. طب لو الزهرة نباتين، أعرف الطراز الجيني إزاي؟ انت عم افرضه بقى من عندك اي حاجه طالما ما ادالهنيش، وبيقول لي تلقيح نباتين الاثنين قصيرين، افرض بقى حروفك للقصيرين واشتغل وشوف هيطلع لك ايه. الاثنين اسمه الاسمون ماشي جميل الكلام. سمول سمول لان قصير القصير صفه متنحيه، في اي احنا حرفين خلاص كده اخر كده هتطلع الاختيار كام؟ الاخير الاختيار الاخير الاخير صح، برافو عليك، بدون ما نعمل ليه، لان اسمه الاسم مع اسمه الاسم 100% اسمه الاسم، يبقى 100% قصير والطول 0%. نشوف رقم 10. التزاوج مما يلي ينتج 25% من نسبة طرازا مظهريا متنحيا. متنحيا عايزين 25% متنحي، يعني 25% فيهم اسمه الاسم أول صح؟ مرة أول واحدة جميل اللي أنت لسه شغلها دلوقتي دي هتطلع لي 75 25، لكن الباقي ده كله هيطلع لي 50 50. جميل الكلام. نروح لماذا لرقم يتم تحديد الجنس عند البشرة بواسطة كروموسومات الأب؟ حلو. ليه؟ الأولانية، ثانية الأول ثانية، أهو اقرأ الرقم. الأولانية صح؟ الأولانية صح. ماشي دلوقتي خلي بالك، هو كاتب لك هنا جميع ما سبق، أول ما تلاقي الجملة دي لازم تقرأ الثلاث جمل، ما ربما يطلعوا الثلاثة صح، صح ولا لا؟ ما يطلعش. وما خلاص ما طلعش يبقى تختار الإجابة اللي أنت اخترتها. يعني دلوقتي أنت لما تلاقي دي الجملة دي يبقى لازم تقرأ الثلاث جمل صح، يعني الصح إن أنا أقرأ الاختيارات كلها، لكن طالما في جملة زي دي كل ما سبق أو جميع الإجابات صحيحة يبقى لازم أمر على الثلاث إجابات، ما ربما الثلاثة يبقوا صح وتبقى هي الاختيار. فاهمني؟ فهنا بقول يمكن للذكور تمرير إكس إلى الأنثى، أه، والواي إلى الذكر، صح. طب تمتلك الإناث طراز كروموسومي إكس إكس، يمكنها تمرير كروموسوم إكس فقط، ما أنا ما عنديش غير. طيب لا يتم تحديد الجنس من خلال الكروموسومات الجنسية للأم والأب، ايه رأيك؟ هل جميع ما سبق صح؟ ما كله صحيح. كله صحيح. طب الجملة سي صح؟ السي صحيحة، اقرأها كده. يتم تحديد الجنس من خلال الكروموسومات الجنسية الأم والأب، يعني يعني انت ما بتحددش الجنس بالكروموسومات الجنسية بتاع الأب والأم؟ لا امال بحددها بإيه؟ من عند الأب،
الأب فقط. يبقى إذا الجملة دي صح ولا غلط؟ غلط. تمام، يبقى إذا جميع ما سبق كمان غلط. يبقى إذا إيه ولا بي؟ نختار الإجابة بقى، يا إيه ولا بي. ايه تمام، طيب رقم 12 بيقول ما العدد الإجمالي؟ ما العدد الإجمالي الطبيعي للكروموسومات الجسمية في خلية جسم الإنسان؟ 23. لا، الكاملة 46. الجسمية، الكروموسومات الجسمية. نص و23. لا ركز بالراحة، أنا عايز ما يا العدد رب. الطبيعي للكروموسوم الجسمي في خلية الإنسان. أنا عندي 46، منهم كام جسمي؟ 44 واثنين، 44. صح كده؟ يبقى ال 44، واضح؟ طيب نروح هنا، ده يلا بس قاعدة أقدر أعمله بالزوج يعني، ولا ما ينفعش؟ اعمل ايه؟ أقدر أعمله بالزوج يعني، مثلا لو 44 أقدر أخليها بالتساوي يعني، يطلع 22. لا بس خلي بالك، هي المفروض 44، هنا كاتب لي 22 فقط. لو كتب 22 زوج اختارها، لو كتب كلمة 22 زوج، لان هما الوقت المفروض 44 اللي هما 22 زوج، فهو كاتبها لي 22 بس، لا يبقى غلط. وال 46 غلط لان ده جنسي مع جسدي، وال 23 غلط، فاهمني؟ يبقى الصح ايه؟ 44. نروح للسؤال 13. ما الصحيح فيما يتعلق بالاختلاف بين كروموسومات X و Y؟ حجم الكروموسوم Y يصغر حجم الكروموسوم X، ويحتوي على جينات أقل بنسبة 30%، وتبقى القدرة الطويلة للكروموسوم X على كثير من الجينات، ثم الجينات الموجودة في الكروموسوم Y على تحديد الجنس، والبعض منها يفقد المفقود. تحليل الأذرع القصيرة في الكروموسومات الإكس جنس الذكر. هو الواي بيكون بس نصف، صح؟ نصف الإكس، صح؟ واصغر، احنا عارفين ان الواي اصغر من الاكس، فهو بيقول لي حجم الواي تلت حجم الاكس، ممكن اعتبرها صح، وعنده كروموسومات او جينات اقل، فخلي الجمله دي كده معانا. تحتوي الاذرع الطويله للكروموسوم اكس على الكثير من الجينات. الإكس، أيوة. تمام ماشي. تؤثر معظم الجينات الموجوده على الواي على تحديد الجنس، ولا تواصل تحدد الأسرع معاهم. القصيرة في الكروموسوم إكس الجنس الذكري؟ تحدد الأسرع القصيرة في الكروموسوم إكس جنس الذكر، إيه رأيك؟ الأخيرة ده إكس واي مش إكس بس. الأخيرة غلط 100%، هشيلها. تمام. تاني ما هو ثلاث جمل للأولانيين بقى، A B C، وضعهم إيه معاك؟ مين فيهم صح؟ مين فيهم غلط؟ تفقد تفقد الجين، ولا هي ولا هي تحمل نفس؟ لا مش الأولانية غلط. حجم الكروموسوم واي تلت حجم الكروموسوم اكس، ويحتوي على جينات اقل. الأولانية صح، خلاص. الاولى صح. يا رب. طيب والتانية؟ التانية
هو السؤال بيلخبط ايه؟ صح. ولا غير غلط، التالتة توصل معظم الجينات الموجودة في الكروموسومات. الواي إكس ما بيفقدش الجينات. واي ما بيفقدش، وبيقول يؤثر معظم الجينات الموجودة على الواي على تحديد الجنس، والبعض منها مفقود. دي الجملة. هو مش الواي بس والاكس، صح؟ ايه الواي والاكس؟ واحنا عايزين الوقت، عايزين نحدد مين الاكبر مين الاصغر عشان العلاقه اللي هو جايبها لك. احنا متفقين ان الواي اصغر يا احمد، صح؟ اه عمر، المهم ايوه يعني الكروموسوم اكس المفروض ان هو اكبر من الواي، ده اللي انا متاكد منه. بس هل هو يحدد لي تلت او نص او ربع؟ هو قال الواي. لا كمان الايه كده تاني. تاني دلوقتي. احنا عارفين ان الاكس اكبر من الواي، وبيقول لي الواي تلت حجم الاكس، ويحتوي اللي هو الواي ده اهو على جينات اقل ب 30%. اللي انا اعرفه ان الاكس اكبر من الواي، والاكس عليه عدد من الجينات اكتر. يعني مثلا لو انا قلت عدد الجينات اللي موجوده هنا لو 100 جين، يبقى هنا هو الواي عليها جزء بسيط منها. هل معنى ذلك ممكن يوصلوا ل 30%؟ أيوة صح، ممكن. يبقى الواي اصغر. اه الواي بتساوي التلت تقريبا، يعني الكروموسوم واي اصغر من الكروموسوم اكس. الاكس قده 3 مرات، يعني المعلومه اللي عندنا اللي بتقول ان الاكس اكبر من الواي 3 اضعافه، يعني اكبر منه 3 مرات، وعنده عدد من الجينات اكتر. يعني لو قلنا عنده مثلا 600 جين، التاني هيبقى عليه 50 60 جين، يبقى اذا فعلا بنسبه 30%. لكن الاذرع الطويله والاذرع القصيره وتحديد الجنس والكلام ده كله، لا ما قلناش الكلام. يبقى هي الاجابه الصح الايه؟ أي مما يلي ليس نتيجة جين مرتبط بالجنس، حالة هنا مش تبع الجينات المرتبطة بالجنس، هي إيه؟ ثانية تاني الإجابة الأخيرة، آخر حاجة كانت تركيا، ما سمعتش كويس. تاني، أي مما يلي ليس نتيجة جين مرتبط بالجنس. في ال4 حالات المرضية اللي قدامك دول حالة مرضية مش مرتبطة بالجنس. الإجابة اللي فاتت كانت إيه، صح؟ يبقى أنا كان عليها حاجة. المهم، أما يأتي ليس نتيجة جين مرتبط بالجنس، كروموسوم إكس الهش، يعني لا. حالة مرضية بتبقى نتيجة تغيير في كروموسوم إكس، ودي طبعا حالة وراثية بتبقى موجودة في البنين أكتر، يعني في الذكور أكتر من البنات. بس هل ده احنا قلنا مرتبط بالجنس؟ احنا قلنا الجينات المرتبطة بالجنس. احنا خدنا 5 حالات، احنا خدنا عمى الألوان، وقلنا قصر النظر، وقلنا الهيموفيليا، وقلنا الرابع بتاعهم مين؟ ضمور العضلات. دول الـ4 المتعلقين بالكروموسوم إكس. في حالة واحدة خدناها متعلقة بالواي اللي احنا قلنا عليها الرؤية النفقية. يعني ايه رؤية نفقية؟ يعني التهاب في الغشاء الشبكي بتاع العين او شبكية العين. يبقى اذا ده مرتبط بالجنس لانه مرتبط بالواي، ده مرتبط بالإكس، ده مرتبط بالإكس، لكن كروموسوم إكس الهش ملوش علاقة بالكروموسومات الجنسية، صح؟ طب الهش يعني ايه تاني؟ يبقى احنا قلنا هو عبارة عن مرض
بيكون ايوه نتيجة اضطرابات في الجينات اللي موجودة على الكروموسوم اكس، دي بتسبب يعني ايه نسبة من التخلف العقلي. يعني بيكون الشخص اللي عنده الحالة المرضية دي عنده جزء منين من التخلف العقلي، مش تخلف عقلي كامل ولكن عنده نسبة من التخلف العقلي، بيسموها حتى متلازمة اكس الهش، اسمها متلازمة اكس الهش. تمام. تمام. 15 15 ذكر مصاب بمرض نصف الدم، زوجته لديها أليلان طبيعيان، أي من الجمل الآتية صحيحة بالشأن الأسرار؟ حلو. هو مصاب وزوجته عندها أليلين طبيعيين، هو مصاب يبقى تركيبه إيه؟ اكس سمول واي، لا اكس 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 عليه حرف سمول وبعدين واي. أيوه، إكس عليه حرف سمول، مرض نزف الدم والهيموفيليا، فخلينا نقول مثلا الإتش. طيب ومراته سليمة، يبقى الإكس إكس بتاعت المرأة عندها إتش كابيتال، إتش اتش كابيتال. كابيتال، اتش حلو كابيتال. الكلام. أي الجمل صحيحة بشأن النسل، يا ترى ولادهم يبقى شكلهم إيه؟ في الاحتمال، يبقى أنا لازم أجيب الاحتمال، أعمل أنا الأول المربع صح، وأقول هنا إكس إتش سمول واي، وهنا إكس كابيتال إكس إتش كابيتال، وأطلع الأربع أفراد وبعدين أشوف النسب اللي واجبها لي. هنا إكس إتش كابيتال، هنا إكس إتش كابيتال، و اكس اتش سمول، هنا اكس اتش كابيتال واي، هنا اكس اتش كابيتال واي. كده طلعنا الاربع افراد. هناك احتمال 25% ان يرث ابناء هذا الجين. هل في احتمال 25% ورثوا الجين؟ طب ما تيجي نشوف كده مين ورث الجين يا احمد. ها اه ادي واحد اهو وادي واحد اهو، دول 50% مش 25. يبقى انا عندي اتنين المفروض ان هم ورثوا الجين، لكن ده سليم وده سليم، يبقى 50% لا، اسمها 25% لا، 50 يرثوا ابنائهم الجين ماشي، ادي هم ادي واحد وادي التاني. طيب هي احتمال 50% ان ترث البنات، طب يا ترى هم بنات ولا اولاد بقى اللي وارثين عندك؟ بنات. بنات. حلو الكلام. يبقى ابنائه هنا يقصد بها الذكور، فالوقت اللي معايا بنات، طب اشوف الثانيه يعني احتمال 100% لا 50%، صح؟ يعني 50% طلعت بنات وهرجين. ايوه 50% من البنات، لان انا طالع عندي هنا دلوقتي الولاد، الولدين اللي طالعين سلام، البنتين شايلين الجين، لان احنا قلنا هو بيورث للبنات فقط، الاب بيورث للبنات ومش بيورث للصبيان، فالصبيان سلام 100%. 25 من ابنائه غلط، 50 من ابنائه غلط، 50 من بنات 100% من البنات لا، هما نص ايه النص فقط لا غير. تمام. نشوف تمام. اللي بعده. أي الجينات؟ يلا. أي من الجينات التي يقع على كروموسومات الجنسية؟ هو ماشي. لون العين ومرض النصف الدم. أيوة بس متلازمة الدون، يعني متلازمة داون. داون يعني. داون. لا خلي بالك ثواني بس. أنت قلت لون العين، هو لون العين ده مرتبط بالجنس؟ أيوة لا، في فرق ما بين لون، مريم. ثواني، في لون العين، انت لون عينك اسود ولا بني ولا عسلي ولا رمادي ولا اخضر، لون العين غير عمى الالوان. عمى الالوان عيني ما بتقدرش تميز ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر، لكن انا ما بقدرش اميز ما بين الالوان، انا عيني لونها ايه ملوش دخل، ده لون العين زي لون البشرة زي لون الشعر. في فرق بين لون العين وعمى الالوان. عمى الالوان عدم يعني تمييز ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر، لكن لون العين ده صفه جسديه عاديه جدا، جينها موجود على الكروموسوم الجسدي زي لون البشره، لون الشعر، الغمازات، شحمه الاذن، فدي ملهاش علاقه ابدا بالكروموسوم الجنسي، دي صفه عاديه تماما. نصف مش دي الدم مكتسبة من الأب؟ مش من الاب، من الاب او الام، لان صفه جسديه. ايه أيوة من الأب والأم. أيوة ماشي، بس جسديه. من هو هنا بقول لك اي الجينات يقع الكروموسوم على الكروموسوم الجنسي، يعني مرتبط بالجنس اكس وواي، فاهمني؟ طيب دي ماشي معايا، جميع ما سبق تبقى غلط لان انا غلطت الاولى. مين متلازمه داون؟ متلازمه داون بيبقى عندك الكروموسوم رقم 21 الجسدي
الكروموسومات كلها بتبقى 2 كروماتيد، فبلاقي 21، لا 3 كروماتيد عند الاشخاص دول، بلاقي عندهم الكروموسوم رقم 21 اللي هم ايه اللي احنا بنسموهم اطفال ال هم اسمهم متلازمه داون، او اللي هم اللي هم بنسميهم الاعاقه، اللي بتلاقي وشهم مدور قوي وعينيهم ضيقه وعندهم نسبه من التخلف شويه وايديهم قصيره، اعرفهم. ايوه تمام، فمتلازمه داون لا ده على كروموسوم 21 ده جسدي، يبقى الوحيد اللي مرتبط بالجنس هنا مين؟ مرض نزف الدم. تمام، طيب بيقول لي تزوجت فتاة حاملة لمرض نزف الدم، حاملة يبقى هي اكس، ها تركيبها ايه؟ اتش كابيتال اتش سمول، صح؟ ايوه يلا، والدها غير مصاب بالمرض، من شاب غير يعني مصاب، ابوها كان يعني ايه؟ ابو البنت دي كان ايه؟ غير مصاب. ده والداها كمان مش والدها، والداها غير مصابين، يعني امها وابوها غير مصابين، الام والاب بتوع البنت دي كانوا غير مصابين، والشاب غير مصاب، ماشي، اكس واي وغير مصاب، اتش كابيتال، فانجبوا طفل ذكر مصاب. الولد والبنت دول جابوا طفل ماله؟ مصاب، طفل ذكر مصاب، جه منين؟ الطفل المصاب ده جه منين؟ الأم من امه دي؟ تزوج الفتاة حاملة للمرأة نصف الدم ولدها غير مصاب فأنجبها الرقم مصابا يعني اه تمام، يبقى جابتهم منين؟ جابوا منين؟ لان احنا قلنا الام بتورث للام للابن والبنت والولد، الام بتورث للبنات وللولد، فاكيد الولاد خدوا منين؟ طالما الشاب سليم والام حامله للمرض يعني عندها الجين اتش سمول، فاكيد هتدي لابنها. تمام، بس هي الفكره في حاجه، ان هو بيقول لي الطفل ده مصاب، طفل مصاب يعني معناه يبقى اكس واي اتش سمول، طب انت جبت الاكس دي سمول منين؟ اهي من الام، يبقى هو جابها منين؟ من الام. طب هنا بقى بقول لي والده الاب ولا والد الاب ولا والده الام ولا والد الام؟ يعني الولد والبنت، الشاب والفتاه ما لهمش علاقه، هو عايزك تطلع للجدود، هات بقى من الجد، مين الجدود دلوقتي؟ الشاب غير مصاب، ده غير مصاب، ام وابوه انا ما اعرفهمش اللي هم الجدود، بس هو قال لي على البنت ايه؟ ان والداها غير مصابين بالمرض، يبقى معنى ذلك الطفل جابه منين؟ لانه اختياراته من الجدود، اطلع للجدود الاربعه هيكون جابه منين؟ ثانية تاني السؤال. تاني دلوقتي هنقول أحمد ومريم دول عايزين يتجوزوا، أحمد مصابين، مريم حاملة للمرض، تمام، أم مريم وأبوها كانوا سلام، هو بيقول لي أمها وأبوها إيه؟ والداها غير مصابين، أم أحمد وأبو أحمد أنا معرفش عنهم حاجة، فأحمد ومريم اتجوزوا خلفوا طفل، الطفل ده ذكر مصاب يعني اكس سمول واي، الولد ده جاب الحاله المرضيه دي من اي جد من الاربعه الجدود الاربعه؟ فهمت السؤال؟ أيوة يلا، من اي مين جد؟ جابها يعني؟ جاب من أي إيه؟ من اي جد؟ من الجد، ان هو ابو ابوه، ابو امه، ام ابوه، ام امه، أبو ابوه ابوه، بس هو قال الاب سليم، احمد سليم، وما قاليش حاجه على ابوه وامه، وطالما احمد سليم انا مش عارفه امه وابوه كان وضعهم ايه معايا، ها هو قال يبقى الام تمام. حامله للمرض وابوها وامها غير مصابين، ايه رأيك؟ يبقى بنزل ايه يبقى ايه؟
يبقى البنت نفسها. ماشي. بص يا عم احمد، الجد ده انا ما اعرفش عنه حاجه، وده انا ما اعرفش عنه حاجه، انا ما اعرفش الا ان احمد سليم. طيب الجد ده والجد ده، البنت حامله للمرض، والبنت ممكن تجيب من امها وتجيب من ابوها، مظبوط الكلام؟ تمام. طيب وبيقول والداها غير مصابين. احنا اتفقنا ان الاب اللي هو الجد، الاب ده هو او الذكر عموما، يا سليم يا مصاب، ملوش حل تالت، يا سليم يا مصاب. هو قال لي ايه؟ غير مصاب، يبقى ابو البنت دي اكس واي اتش كابيتال. طب امها بيقول لي غير مصابه، طيب ازاي والبنت طلعت شايله؟ اكيد امها كانت ايه يا عم احمد، يا عم عمر، اكس ايه؟ اتش كابيتال، ها اتش سمول، عشان تدي لبنتها المرض. وبالتالي الابن جابه منين؟ من جدته ام امه، والده الام، صح؟ ها اقول تاني ولا فهمته؟ لا تمام خلاص. فهمتها. يبقى هي الفكره يعني، حاول تعمل نموذج قدامك عشان تفهم السؤال. تزوجت فتاه حامله للمرض، ماشي، مريم حامله للمرض، ابوها وامها غير مصابين. طيب امها وابوها غير مصابين ازاي وهي جايبه المرض؟ يبقى اكيد حد منهم عنده ايه؟ عنده الجين. طب الاب ما ينفعش، يا مصاب يا غير مصاب. الام ممكن تبقى حامله للمرض، فاكيد ام مريم حامله للمرض، عشان كده ادته لمريم. يبقى اذا ابن مريم خد المرض منين؟ من جدته ام مريم، صح؟ فهمت السؤال؟ أيوة. يلا اللي بعده، 18. اقرأ. إيه.